شو اسمك؟ وسمة. كم عمرك؟ سنتين. كيف حالك؟ سنة. ما تحية الإسلام؟ سياقي. من ربك؟ الله. أين الله؟ سماء. من نبيك؟ محمد. أين ولد الرسول؟ مكة. إلى أين هاجر الرسول؟ مدينة. ما دينك؟ إسلام. كم عدد أركان الإسلام؟ 15. كم عدد أركان الإيمان؟ 6. ما عمود الدين؟ سيارة. ما أعظم واجب علينا؟ توحيد. ما أعظم الذنوب؟ شك. هل يعلم أحد الغيب سوى الله؟ يعلم. من هم المغضوب عليهم؟ يهود. من هم الضالين؟ نهاية. ما اسم الفرقة التي أثارت مسألة خلق القرآن؟ ماسية. من هو العالم الذي رفض القول بخلق القرآن؟ أحمد حبيب. ما أعظم آية في القرآن؟ الكرسي. من هي ذات النطاقين؟ السماء. من هي سيدة نساء العالمين؟ ما هي دار الكرامة؟ جنة. ما هي دار العذاب والمهانة؟ نور. ما هو دعاء الاستيقاظ من النوم؟ بأي اليدين يأكل ويشرب المسلم؟ يمين. ما حكم استخدام المسواك؟ سنة. ما حكم استخدام المسبحة؟ بدعة. ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي؟ بتاع. ما حكم سماع الأغاني؟ حيام. من هي الصحابية التي قتلت 7 من الروم؟ أم حكيم. قل تكبير تكبير.